هنا تترسخ حاضرة مملكة سبأ مأرب في معرض الكتاب الوطني الأول في تاريخها. مأرب بإرثها الحضاري العريق الشهد على عظمة الدولة السبائية آنذاك ومركزيتها الحالية في خريطة اليمن الاتحادي الحديث. هي أول من نقش على حجر المسند أبجد المعرفة وألف باء اللغة والكلمات. بما أن مأرب قد بادرت بإقامة هذا المحفل الثقافي وهو معرض مأرب للكتاب 2021، فأن دار الوفاق للدراسات والنشر والتوزيع في حضرموت قد بادرت أيضا بطباعة كتاب يكون أحد الكتب الرسمية الرئيسية في هذا المعرض، وهو كتاب نقوش مسندية من هجر العادي وادي حريب. أولا لأن هذا الكتاب هو كتاب علمي رصين، عبارة عن اطروحة الدكتوراه نقشت في جامعة الملك سعود للدكتور محمد بن علي الحاج. ثانيا لأن هذا الكتاب يتحدث عن آثار منطقة مهمة جدا في مأرب وهي منطقة هجر العادي في وادي حريب. طبعا هذا الكتاب يتناول أكثر من 100 نقش جديد مكتشف حديثا بالدراسة اللغوية والتحليلية لهذه النقوش المسندية القديمة التي تتكلم عن جانب من جوانب حضارة سبأ التي قامت في هذه المنطقة. بالنسبة احنا نتكلم اليوم في أحد عواصم الشرق القديمة، مدينة عمرها 7000 عام. هذه المدينة عندما أسسها السبائيون القادمون من صرواح إلى مأرب قبل 7000 عام، وهي أول مدينة في العالم بدأت حضارة الري وعرفت جغرافيا الري وعرفت إنشاء القنوات وعرفت حفظ المياه. أيضا حضارة هذه المدينة هي حضارة تجارية، أي أنها حضارة السلام. فهذه المدينة كانت مملكة عظيمة تدير نقطة التواصل بين الشرق والغرب. تعيش مأرب فعاليات معرض الكتاب في توقيت بالغ الحساسية مع تكثيف ميليشيا الحوثي هجماتها الصاروخية على المدينة والأحياء السكنية وعدوانها البربري على تخوم المحافظة. محافظة مأرب معروفة منذ القدم في تاريخها، فهي ضاربة في عمق التاريخ وجذوره وأثارها تدل على ذلك، هذا في القدم. أما اليوم فمعرض الكتاب في هذا الوقت يدل على نمو أفكارها وعلى تطور ورقي ما يحمله أبناؤها من فهم واستيعاب للحاضر وللمستقبل. والحوثيين يريدون أن يردون مأرب إلى الوراء، فنقول لهم هيهات هيهات، إن مأرب قد صمدت في جن سليمان عليه السلام، فكيف لا تصمد في وجوه أطفال مران. المؤامرة على مأرب لأنها آخر معاقل الجمهورية وهي البيت اليمني الآن الكبير، و يعني المؤامرة ليست فقط يعني من الإنقلابيين فقط، شركاء كثير معهم سواء دوليين أو إقليميين، وهذا الكلام مثبت. ولهذا مأرب اليوم تبعث برسالة عظيمة، يعني بلسان 3 مليون نسمة داخل مأرب تقول جمهورية أو الموت. أيضا رسالتها عبر معرض الكتاب يعني رسالة ثقافية سلمية للعالم. الإقبال الكبير على المعرض والفعاليات المعرفية والأنشطة الثقافية التي حفل بها معرض الكتاب الأول تاريخيا في مأرب يعكس الفارق النقيض بين مدينة تعشق الحياة والعلم وميليشيا حوثية ترى الجهل والتخلف من دعائم قواتها وبقائها. في معرض الكتاب تتجدد الدورة الحضارية لمأرب العريقة التي كانت مركز الإبداع الإنساني الأول في العالم في عصور مهد التاريخ وبواكير الحياة البشرية على هذه الأرض. يوم مأرب تفتتح هذا المعرض لأنها تعرف وتعلم وتعي بأن المعرفة في الكتاب، وبناء العقول هي في الكتاب، في وقت ذهبت فيه الميليشيات إلى تفخيخ العقول وذهبت فيه إلى هدم المدارس وكسر القلم. مأرب دوماً هي السباقة، كانت السباقة في بناء السد العظيم، والسباقة في بناء المعبد والصرح والعرش، والسباقة في بناء الاقتصاد الوطني. اليوم مأرب هي السباقة في بناء العقل من خلال افتتاح هذا المعرض وفتح الكتاب الذي أغلق طيلة 6 سنوات ومسح الغبار الذي كان على هذا الكتاب.
ومن بين دفتي هذا المعرض الثقافي توجه مأرب رسالتها الحضارية إلى العالم المعاصر بأنها كانت وستظل أرض المعرفة ورمز الوعي اليمني الحضاري حتى وهي تعيش تحت الحرب والقصف الحوثي الغاشم. لبرنامج أضواء سهيل هادي.